اسال الدفعه كلها بتاعت الكليه ولا الجامعه ولا سبحان الله يا اولاد يا بنات عايزين تخرجوا ايه رجال اعمال. الله طب لو كلنا رجال اعمال طب مين اللي هي من اللي عمل في الاعمال؟ الله سبحان الله لما انا رجل اعمال كله عايز رجال اعمال. فحتى اولادنا لا يقولوا هذه الكلمه يقول لك بيزنس مان بيزنس سبحان الله يعني بيزنس دي هي دي اللي هي يعني الرقي. طب ويعني رجال اعمال يا خليك رجل على الاقل فيها رجوله يعني ما نلاقيش رجوله في اي شيء نلاقي رجوله في الاعمال يعني رجل مال ورجل اعمال خير وبركه لكن يعني فشو التجاره. الاقتصاد الان هو الذي يتحكم في مصائر السياسه ومصائر الدول والدول الغنيه باقتصادها والفقيره بعدم وجود اقتصادها والتجاره الناجحه الادارات الناجحه لعدم وجود الفساد الاداري لعدم وجود الرشوه الان العالم يتقدم في مساله الشفافيه. وللاسف الشديد يعني كنا نتمنى ان 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 ترتقي دول الاسلام الى مساله الشفافيه هذه. اذا فشو التجاره هذه علامه من علامات الساعه وحتى تعين المراه زوجها على التجاره. كان زمان المراه يعني لا تهتم الا واذا كان شيء طيب طبعا ان بالبيت فقط وباولادها فقط. اصبحت الان هي التي ايه الان اصبحت في سيدات اعمال ما شاء الله لا قوه الا بالله. فالمهم يعني نحن لا لسنا في مسألة التنظير الآن لكن نحن نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كانت أمنا خديجة يعني أكبر يعني سيدة أعمال التي نذرت بعد ذلك مالها كله للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدعوة وفي مسألة ألا يحتاج إلى أحد. وهذه المرأة الصالحة ولذلك كان لها مكانة عجيبة جدا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة.